الكومودو دراجون بياكل ازاي؟ نهى ممكن تورينا الكومودو دراجون بياكل ازاي؟ بص انت كان لازم تيجي من يوم عشان ده لسه يعني ميت من امبارح السم عقبال ما يمشي هنا لا مذاكر مذاكر كومودو كومودو بس الكومودو بياكل في الضلمه في الكومود دراجون اللي هي الكابتيف كير. ازاي نربي كومود دراجون عندنا في البيت؟ طبعا ما فيش حد بيربي كومود دراجون عنده في البيت. الكومود دراجون حيوان وايلد ومهدد بالانقراض. ما فيش حد اصلا فرخه في الاسر غير بعض حدائق الحيوان القليله جدا. الكومود دراجون مش من الحاجات اللي بتتربى في البيت. حجمه كبير جدا, سام, خطر, بس هو من الحاجات الذكيه جدا اللي ممكن تتدرب وتعرف صاحبها وتبقى هاديه معاه وتبقى عارفه ان ده مش بيمثل لها خطر فما تاذيهوش. طبعا احنا عرفنا ده من حدائق الحيوان اللي ربته. الكومودو دراجون لما كان في الاسر كان هادي وطباعه مش شرسه وبيعرف الاكل بتاعه وبياكله ومفيهوش مشكله. الكابتيف بريدنج او التربيه في الاسر والانتاج منه في مشكله ان اصلا عدد الكومودو دراجونز في الطبيعه قليل جدا, فما هواش معروض للبيع. واندونيسيا عامله عليه حمايه عاليه جدا اللي هو ما يخرجش منها وما بتخرجوش غير لحدائق حيوان معينه وبالاسم عشان تحاول تربيه وتنتجه. برضو مشكله تانيه اللي هو بياخد حوالي 6-9 سنين عشان يبلغ الكومودو دراجون, فدي من الحاجات اللي بتخليه بطيء في الانتاج وحتى جناين الحيوان مش عارفه تنتجه. برضو معلومة كانت غريبة بالنسبة لي ان هم اصلا ما اكتشفوش الكومودو دراجون غير في اوائل القرن الماضي, يعني 1910 ابتدى اول واحد يكتب عن الكومودو دراجون. ده برضو ما يمنعش ان كان في محاولات لتهريب الكومودو دراجونز لبرايفت كولكتورز او لمربين مخصوصين في البيوت وكده زي ما احنا بنعمل, بس بشكل غير شرعي. احب اقول لكم ان لما مسكوا عصابه بتهرب كومودو دراجونز, الكومودو دراجون الواحد وصل سعره ل 35,000 دولار, يعني قرب مثلا 700-800,000 جنيه الواحد. فتخيل بقى لو انت عاوز تربي وتستنى 9 سنين لغايه اما يكبر وبعدين تبقى عندك 2 ويتجوزوا ويخلفوا يعني. فاحنا نتمنى في المستقبل ان يبقى فيه جهود اكتر لانتاج الكومودو دراجونز في الاسر بحيث ان هو يبقى متداول بس من غير ما ناذي الطبيعه. ده كان الفيديو بتاع النهارده. حبيت اكمل موضوع الكومودو دراجونز وان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمه الله.